إيه توني جاي من الشغل تعبان وأنا ضايج بنرد أشوف صاحبي خبر له وعزم على قتل شني يجي ما يجي أبدا أشوفه بالله يلبد عمالتي لا يعني أنا صار لي واي ما شايفه ألو الله يساعدك شلونك شلون صحتك والله أخويا اشتغلت لك كلش وانا اليوم عازمك على غداء ان شاء الله تجي ان شاء الله يلا في مال اي ابدا اشوفه يلبي دعوتي لا لو هيك ينصب علي والله خلني اشوفه صدق الصاحب السوداء صاحبي عشرة عمر يا معقوله ما يجي يتغدى يمي يلا الله كريم ابوي الله يسعدك حياك الله ابوي هلا مرحبا شلونك؟ استريح شنو وين كنت؟ راح جبت مسواق قالت امي عندنا خطار اليوم اي صحيح منو؟ صاحبي هذا ابو بلال يجي لنا دائما هذا ابو بلال فد عكره مكروه النوم شو السالفه ابوي؟ والله العظيم انت ما تعرف حقك انا اعرفه من زمان من ايام الطفوله هسه شوف اي لا لا هسه انت عزمته؟ اي هسه ما يجي انا ادري بيه هذا عمي شنو انا شنو ما يجي؟ انا ادري ابوي انا حتى عم عرس ابنه ومسوى عليه فضل وهو مقشع على راسي وانا مسوى عليه فضل الحمد لله بس انا ما اقول هذا الشيء هسه شوف انت انت بكيفك ما يجي شنو؟ غير صاحبي وعشرة عمر انا وياه هسه انت تشوفه وما يجي الله كريم هسه اصبر شويه وهسه يجي يخوش بس انا هذا صاحبي خابرني وهذا ما خابرني بالله خله اختبره خله تاخر علي ولا هو ما يطبيني خلي اشوف عياله مريته ولده شي يقول له والله انا حاسس بيهم يضوجون منه بس انا ايش راح اسوي؟ راح اروح وعدهم هم هذا الشباش مالهم مال البيت ينسمع منه كل الحكي خلوه وقف ورا هاي البرده مالتهم حاطينها على الشباك واسمع الحكي مالهم شي يقولون علي يا والله خلي اروح بس ما راح اروح بقلبه خلي اوقف ورا شباكهم واسمع الحكي من ورا الشباك خليت اتوكل يا الله بس ما ينطبي يا وانا متاكد بس انا قليت لك وشوف شتري ينطيك اذا اجي عمي قلت لك يجي وروح قل له ما كان حضر الغداء مو كيفك هو ما يجي نسوي غدا اي روح صب الغدا هسه يجي صاحبي انا مشي مشي يلا انا قلت لك ما يجي مو انت بكيفك ما يجي انا عارفه كل زين يجي غصبا عليك شنو هذا الصوت؟ انا واقف هنا وما ادق عليه الباب هذا صاحبي الظاهر خوش صاحب لحد الان ما جاي الطبيب اي خله ابقى واقف هنا ولو تعبت من الوقفه ومتت من الجوع شو سكتت خله ابقى واقف بس لا واحد يشوف حتى راسي ظل يوجعني بطني من الجوع ضالين لحد هسه لا صلاة لا شيء بس خلني اختبر صاحبي لحد الان ما ناطي بيه سكت شو صار المغرب وما يجي ويا انا ادري بي على اساس يجي بس بعد شو تسوي له؟ لا هو لا لا بين هو صدق انت على حكايتك انت مو خوش انسان طلع والله مو خوش اي ما ادري فد الطلبي يلا اخوي احنا متنا من الجوع ما خطيه ما تكون من الجوع خواتك خطيه ولك يا بدا بعد ما صار عشاء الدنيا مغرب وين؟ يلا 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 امشي خيولي يلا خيولي ابوي خيولي خل نروح نتغدى خل اروح احسن هذا ما تحملني ثلاث ساعات اربعة شلون باشر عقبه راح يتحملني سنين بس مع الاسف والله خل اروح و...
والله مع الأسف ما كنت أتوقع هيك يا أبو أحمد. يحكي علي ويقول هذا أبو بلال هيك وهيك وهذا ابنه منا يدفع بي. والله مع الأسف يعني هو ما تحملني 3 ساعات 4 وأنا كاتني الجوع وتعمدت ما دقيت الباب. ردت أشوفه يصبر علي ما يصبر. بالبداية ما أنطبيه بس تالي ليش أنطبيه؟ والله مع الأسف. إيه هو هذا الوقت مدري الوقت أخبار مدري الوادم غبران بس الوقت نفس الوقت والليل نفس الليل والنهار نفس النهار والسنين نفس السنين بس هو بنادم يتغير مع الأسف. والله خل أسوي لي فكرة. شنو هي الفكرة؟ أي لقيت خل أقوم له وأخذ وياي طبر وأروح أقول له أطبر رأسي وبعدين هو يعرف ليش. يا الله ما أدري أدق الباب ما أدق الباب خل أدق والله كده. السلام عليكم. شلونك عمو؟ بابا نام؟ يصيح لي يا عمو الله يخليك. السلام عليكم. شلونك عمي؟ ابوك هنا عمي؟ شو تريد؟ اي والله يرحم والديك. ما صح لي اياه؟ وانا بالباب شو تريد؟ صح لي يا عمي صح لي. مع الاسف هاي تاليتك ابو بلال. وصفي. يا الله. ها السلام عليكم. نعم حياك الله. قواك الله اخوي. حياك الله. والله والديك. اخوي انا جايك بشغله. شنو يبغى اقول؟ هاي شنو بيدك؟ هاي؟ ايه. اخوي هذا طبر شاطور. شو السبب؟ لزمه بيدك. ايه. طقني. ليش؟ اخوي طقني. طقني وبعدين تعرف. رحمه على والديك. في امان الله اخوي. حياك الله مالك. تفضل تفضل حياك الله. يا الله زاد فضلك. يا الله السلام عليك. السلام حياك الله. شلونكم؟ هلا عمو شلونك؟ هلا عمو هلا قوم قوم صير سبع. شلونك عمو؟ شلون صحتك؟ شلونك عمو؟ عمي شنو هلا؟ صدق على عمك عدل. صدق كذي بهيج علمك ابوه. يا الله بسم الله اللهم صل على محمد. اقعد هناك اقعد وين رايح؟ لا بدي اروح. اقعد. قلت عمي قعد خل نشوفك. شلونك بالدراسه؟ زوي الحمد لله الله يسهل عليك. شلونك اخوي ابو حياك الله. الله يسلمك الله يحفظك ويعزك ويستر عليك ويسلمك. انا قلت هاي فات 5 ايام صاحبي لا خابرني لا دق علي باب قلت خليه اجي ازورك. هاي من طيبك رحم الله والديك. والديك الحمد لله ان شاء الله كلكم زينين. والله بخير الحمد لله الله يسلمك. عساك. قلت لك شنو جرحك بعد المطر؟ والله ها شنو؟ جروح. خير روح ابعد عمود خير وجهي. شباب كل هيك. والله يا اخوي سالتني عجره. اي هذا الطبيب قال لي ان شاء الله باكر يمشي يمشي مش نروح. عمي ليش خلي اخوك قاعد هنا؟ لا اريد نروح. يلا امشي روح امشي. الحمد لله. ايه اخوي ابو حميد. اي فالطبيب ايش قال لي؟ قال لي ان شاء الله باكر افتح بس الجرح انا ما يهمني. شنو اخوي؟ يهمني اكو حكي. شنو فماك شيء؟ لا تعرفه كل الزين من انا تاخرت خوي ترى انا موجود ولابد ورا هاي البرده تشوفها هناك كنت لابد ورا الشباك واسمع الحكي وانا تعمدت وقفت وما دقيت عليك الباب قلت وخيف تعرف هذا الشاب بعده وهاي ايضا وسوس له الشيطان ما ادري شنو هاي يخالف خوي بس انت هم وسوس لك الشيطان انت اسمعك تقول لي والله صدق ها تقول له صدق هذا مو خوش انا عزمك على غدا وانت تاخرت وصار الدنيا عصر انت هاليك ماكو. اي صدق خويا بس انا اختبرك وظني طلع ببكان والحمد لله. شو شو تسوي يا خويا هاي كلها تطيب وتروح بس الحكي هو هذا اصل الجرح. اي اكو كلام يجرح يا خويا يا ابو انا بعد شوف لي درب اترخص على راحتك. حياك الله. يا مال الله اخوي. الله ياك الله. شوف الندر شوف الندر. يلا تفضل ما فح. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين نتمنى انه الحلقه عجبتكم
وفعلا انه الانسان لا يسيء الظن بصديقه واخوه ولا يستعجل ويحكم عليه بالحكم السلبي. لعله انه الانسان قد يكون عنده عمل، لعله انه قد يكون عنده فد ظرف طارئ او عارض عرض لمعين يتاخر عليك بالوعد، يتاخر عليك بقضيه معينه. فلا تستعجل اخي المشاهد، ولا تحكم على المقابل وصديقك وتخسره بليله وضحاها. وان شاء الله نتمنى الفيديو عجبكم، وانتظرونا بحلقات اخرى والكلام الباقي بعد. ولا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وان شاء الله مع السلامه. مع السلامه.